اهلا بيكم كل جماهير النادي الاهلي في اول فقرتنا النهارده الحواريه مع نجم كبير، نجم بينضم الى النادي الاهلي وفعلا لازم كان يكون موجود معانا النهارده، كابتن عمرو العربي بطل افريقيا وبطل الجمهوريه وتاني بطوله العالم في روسيا في الجمباز. كابتن عمرو العربي منورنا ومشرفنا النهارده، وبقولك الف مبروك دخولك النادي الاهلي. تسلم لي، شكرا، ربنا يخليك. بدايتك يا كابتن عمر، البدايات دايما تكون بدايات مهمه. ليه اخترت الجمباز؟ اشمعنى الجمباز؟ يعني الجمباز كان مناسب لي، يعني مواصفاتي لما كنت طفل كان احسن لي الجمباز بكتير، يعني حد ساعدني، كابتن معين ساعدني في الموضوع ده وقال لوالدتي، فوالدتي شافت الموضوع مناسب ليا فدخلنا الطريق والحمد لله كملنا فيه. يعني جاي من المؤسسة العسكرية للنادي الأهلي، والمؤسستين عندهم نظام صارم وقوي جدا في الرياضة بصفة عامة. قابلت الموضوع ازاي وانت بتنقل المؤسسة العسكرية؟ قول لنا ايه اللي حصل لانتقالك الى النادي الأهلي. طبعا نادي المؤسسة العسكرية نادي كبير جدا طبعا، نظام وكل حاجة، وانا انتقلت مش عشان حاجه معينه، يعني النادي الاهلي هيبقى حاجه كبيره في مسيرتي، يعني حاجه في السي في بتاعي او في يعني في تاريخي في الجمباز تبقى حاجه كبيره ان انا انضم النادي، مش بس كبير في مصر، هو اكبر كمان في افريقيا، ف يعني ستيب كويسه في حياتي. اكيد وانت جاي النادي الاهلي الشعور مختلف طبعا، بتخش من كيان كبير زي ما قلت بقى ساعات كده الى كيان النادي الاهلي. قول لي ايه المفاوضات، مين اللي اتكلم، مين قال ايه، مين عمل، عايزين نشرح لكل الجماهير، الجماهير قالت تحب التفاصيل. قول لي التفاصيل كانت ايه، يعني ايه اللي حصل معاك؟ لا هو في طبعا ناس كتير قوي تعبت معايا، هو الموضوع في الالعاب الفرديه في الجمباز دي كانت حاجه طفره ان هي تحصل في الجمباز، كانت حاجه صعبه جدا وناس كتير قوي تعبت معايا. الموضوع ابتدى من المدير الفني وكابتن عرفات، الاثنين كانوا قبل كده معايا في المنتخب كانوا بيدربوني كويس، عارفيني شوية، يعني انا عارفهم شخصيا هم عارفيني شخصيا، فابتدوا يتكلموا في الموضوع. اداره النادي الصراحه يعني انا مبسوط ان انا نلت ثقتهم وان هم ادوني ان انا يعني الشرف ان انا العب باسم النادي الاهلي. بس كده عايز اخش في التفاصيل، هرجع تاني، مش تفاصيل فلوس ولا تفاصيل حاجه، لكن هي التفاصيل المهمه اللي هي ايه اللي حصل. كابتن، هل كابتن رفعت عبد القادر يتكلم؟ ايه اللي حصل في الموضوع؟ يعني وكابتن رفعت استقبلك ازاي؟ عايزين نقول الجميل اللي فاهم. حصل. انا فاهم، فهمت. الاول كابتن عرفات اتكلم مع اداره النادي وكابتن محمد فؤاد المدير الفني وكابتن طارق المدير الاداري، اتكلموا، بعتوا السي في بتاعي، بعتوا تحياتي لكابتن طارق، لكابتن رؤوف، كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط النادي الاهلي. تمام، بالظبط. كابتن رؤوف شاف الموضوع كويس، بعته طبعا لكابتن بيبو، والموضوع الحمد لله اتنفس. الاستقبال الصراحه كانت حاجه وهم، يعني كانت حاجه وهم من بدايه ما دخلت. مين جه معاك وانت جاي النادي الاهلي؟ مين جه معايا من النادي؟ لا مين جه معاك؟ يعني والدتي. ماما، والدتي، مامتك اللي جت معاك؟ والدتي جت معايا طبعا. والدتي ماما ليها قصه في حياتك، ليها دور كبير، ليها دور كبير قوي. ليه ولي الامر دايما في الالعاب الفرديه بيكون ليه الدور الاكبر مش المدربين والفنيين؟ ليه دايما كل لعيب الفردي بيقول لي كده؟ لا هو انا معايا الصراحه، يعني حتى المدربين والناس ليها دور كبير. الصوره قدامنا اهي، هي دي الصوره. وانت جوه النادي الاهلي لابس تيشيرت النادي الاهلي ووالدتي اللي صح كده؟ بس عشان تبقى عارفه، هي والده عمر، كابتن عمر العربي، هي اللي وراه في الصوره. اتفضل يا كابتن عمر. بالظبط كده، هي الصراحه يعني عشان يعني هم بيشوفوني اكتر، يعني انا والدتي لما بيحصل مثلا ببقى في مود او في حاجه مش كويسه، طبعا والدتي هي قريبه مني جدا. دكتور النفساني بتاعك. بالظبط كده، هي اللايف كوتش بتاعي. فمثلا حصل في فتره معينه عملت عمليه وكان الموضوع وحش على نفسيتي جدا، هي الصراحه شافت اوقات صعبه جدا معايا، تعبت معايا كتير، سواء هي او والدي او اختي، هم اللي في البيت عموما، عيلتي شافوا اوقات صعبه معايا كتير قوي. الوالده شايله كل حاجه. كتير. يعني بتكلم معاك بصراحه. كتير. في موقف صعب في حياتك اعتقد كنا بنتكلم فيه قبل الهوا. عايزك تحكيه جوه الهوا. يعني موقف صعب، قلت لي ان والدتي، لولا والدتي ما كنتش وصلت اللي انا فيه النهارده في الجمباز. بالظبط. سنه 2018 2019 حصل مشكله معينه في رجلي، اضطريت ان انا اعمل عمليه. كويس. العمليه طبعا يعني رحت لدكاتره كتير وما كانتش معروفه، كان لان كان في لخبطه، فالحمد لله دكتور معين عرف العمليه وعملتها.
وانا برجع في التاهيل كتير من الدكاتره اللي رحت لهم خلاص يعني كلهم اجتمعوا ان احنا هو مش هيرجع يلعب جمباز تاني. نعم. وانا مش بطلت هيرجع. يعني مفيش كده ويا رب تجري وكده يعني. كل الكلام كان محبط. وانا بالنسبه لي الجمباز حياتي يعني عموما يعني من وانا صغير الى الان 18 سنه بلعب جمباز فهو حياتي. فالموضوع بالنسبه لي كان صدمه. فابتديت اخش في مود سيء ومامتي الوحيده كانت بتقول انت هترجع. انا ذات نفسي ابتديت افقد الامل اللي هو مش هرجع. مامتي الوحيده اللي هو هترجع وهتبقى احسن. وهو الحمد لله مر يعني كام سنه على العمليه وفعلا رجعت اقوى من الاول بكتير. ماما قابلت او الوالده قابلت استقبال خبر انتقالك الى النادي الاهلي ازاي؟ والدتي دايما هي بتحب تشوف رايي الاول وبعدين هي تقول رايها. فعشان ما تحطنيش تحت ستريس او ضغط هي بتشوف اللي انت عايزه ايه. انا عارفه انك لو موجود هنا هتعمل اللي عليك ولو موجود هنا هتعمل اللي عليك كده او كده. هي كلها ثقه فيا الحمد لله. فقالت لي كده فانا قلت لها انا شايف ان انا ابتدي انتقل لازم دي هتبقى جزء كبير في مسيرتي حاجه كويسه حاجه كبيره. فقالت لي خلاص لو انت مقتنع بده تمام وانا شايف ان ده برضو ايه حاجه كبيره في مسيرتك ان شاء الله. حاجه جميله ان ولي الامر او الاسره تكون متواجده دايما معاك في كل حدث. طبعا. قول لي النهارده لما مثلت مصر في الاولمبياد في طوكيو 2020 ودي نقطه مهمه كانت فاصله في حياتك انت تمثل مصر داخل الاولمبياد. مثلت مصر ازاي وايه اللي حصل هناك؟ الحمد لله انا في اولمبياد طوكيو انا عملت الحمد لله اللي عليا يعني. الحمد لله انا عملت اللي عليا. بس احنا انا كلاعب كعيلتي كاتحاد كنادي احنا بنأمل ان شاء الله ان هو اللي جاي ما يبقاش بس يعني تمثيل مشرف. وده اللي احنا شغالين فعلا عليه. الجمباز تطور في الاخر الفتره جداً. دي تطور كبير جدا. حاسس ان انتم متواجدين في بطولات العالم والاولمبيات وكده. شايف نوصل باريس؟ هل نقدر نحقق باريس ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا واثق باذن الله بكل المجهودات اللي بتحصل دي احنا باريس هيبقى الجمباز فيها شكل مختلف تماما ان شاء الله. وهي مش بعيده يعني. لو انت متواجد في طوكيو كان في ابطال عالم اكيد حافظهم وعارفين طبعاً. بعض انتوا كويس جدا جدا جدا. شفت مصر فين في باريس اللي جاي على مصر التتويج؟ نقدر ونقدر ازاي؟ نقدر احنا ان شاء الله نقدر. هي محتاجه شغل كتير قوي بس ان شاء الله هنقدر. احنا كلاعيبه مش شايفين ده بعيد. كجهاز فني كاتحاد كنوادي مش شايفين ده بعيد. شايفين ده ان شاء الله سهل. ازاي؟ هو دلوقتي احنا الحمد لله الاتحاد شغال ان هو يجيب لنا خبراء اجانب كويسين. مش بس خبراء اجانب يعني خبراء اجانب كويسين اللي هو انت جاي لمهمه معينه فانت جاي تشتغل على المهمه دي. المدربين تعبانين معانا. احنا لعيبه ومدربين قاعدين بقالنا سنه وثلاث شهور متواصلين في معسكر مغلق. بس فالموضوع احنا شغالين عليه ثلاث سنين. لسه قدامنا كتير ان شاء الله. ثلاث سنين. شايف ان مصر تقدر تحقق في باريس 2024 بعد ثلاث سنين ميداليات داخل الجمباز؟ انا شايف ده ان شاء الله. انا شايف الجمباز هيبقى فيه طفره كمان ثلاث سنين كمان. في طفره ان شاء الله. لما اخذت بطوله العالم او اخذت تاني العالم عفوا في روسيا شعورك كان ايه؟ اكيد وانت واقف من منصات افريقيا الى المنصات العالميه بتختلف عند اللعيب. هي بالذات ان دي كانت اول بطوله بعد العمليه على طول. فبالنسبه لي ان ده كان انجاز مهم قوي لان كان بعد العمليه على طول. بس وكانت قبل كورونا. فبالنسبه لي كانت يعني خاتمه سنه حلوه لان هي كانت في اخر 2019 وكانت بدايه رجوع الحمد لله موفقه يعني. فشعور كان حلو ان انا اقف وسط ناس. اعظم وقت في حياتك داخل روسيا عشان خارج من اصابه بالظبط كده. مظبوط بالظبط. طب قول لي ليه دايما في كلامك احساسي وانا قاعد قدامك انا مبسوط جدا من كلامك. ربنا يخليك. ليه دايما بتقول لي احنا هنحقق؟ ليه الطفره اللي انت شايفها دي هنحقق في باريس؟ ليه اسبابها؟ عشان احنا مش يعني كل كلامي احنا لعبه فرديه يعني. مزبوط. انا بلعب لعبه فرديه بس. مزبوط. اللي بيشتغل على النجاح فريق عمل كبير. انا مش شغال لوحدي. مظبوط. هو اللاعب اللي بيلعب بس في ناس كتير قوي واقفه في ظهره. اللي واقف ماديا نفسيا طبيا في ناس كتير قوي منظومه كبيره شغاله ان انا اطلع اللعيب ده يعمل حاجه. فاللي بيعمل حاجه بيبقى اسمها احنا عملنا مش انا عملت. اكيد احنا عملنا واكيد دي احسن حاجه عندك. لكن الطفره انت شايفها من وجهه نظرك ازاي؟ عشان المدربين الاجانب علشان الصالات اللي موجوده علشان عشان اللعيب متوفر له كل سبل الراحه. انت دلوقتي معاك جهاز طبي كامل كويس. موجود معاك.
قبل كده ما كانش موجود. قبل كده ما كانش موجود ومش موجود. انت دلوقتي لا موجود معاك طول الفتره دي هتحتاجه هتلاقيه. الكباتن معاك 24 ساعه. اللي عنده مثلا كليات سي اللي عنده حاجه معسكر مغلق سنه وثلاث شهور انا قاعد في معسكر متوفر لي احسن صالات. فلا الموضوع فرق، الموضوع فرق كبير. انت مرتاح ماديا معنويا، انت قاعد مرتاح. كلام بصراحه دايما في مصر بنقول ايه، عايزين نسافر معسكر خارجي. انا شايف ان في طفره في الانشاءات قويه جدا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جامده جدا جامده جدا. هل التدريب في مصر ولا التدريب خارج مصر بصراحه؟ هو حاليا الصالات الموجوده صالات وهميه، واحنا الصراحه واحنا بنروح يعني الاتحاد دايما بيودينا يعني اي صاله جديده، في صالات معينه بنروحها اوقات البطولات، كل ده موجود. طبعا المعسكرات الخارجيه مهمه، بس احنا كنا عاملين ده قبل كورونا. بعد كورونا الموضوع بقى فيه شويه مشاكل في العالم بصفه عامه، في العالم بصفه عامه مش في مصر بس. لكن احنا لغايه قبل كورونا مثلا كنا رحنا روسيا، رحنا اذربيجان، كان في معسكرات خارجيه احنا بنروح وبنيجي منها بس. فبنحاول كده نشوف كورونا ان شاء الله لو الموضوع بقى احسن اكيد هنروح معسكرات خارجيه. هنروح معسكرات خارجيه. النادي الاهلي طور صاله الجمباز تطويره كبيره جدا. لما دخلت صاله الجمباز شفتك بتسلم على اللعيبه، عملت ايه؟ يعني بصراحه الناس اللي هناك في يعني كتير قوي منهم انا يعني شخصيا اعرفهم من زمان، اللعيبه كنا مع بعض في المنتخب، كنا مع بعض في الجمباز، ففي بينا تعامل. فانا حسيت ان انا يعني طالع من بيتي، مش داخل مكان غريب، انا طالع من بيتي داخل بيتي، فداخل مبسوط. انا داخل مبسوط وفخور ان انا وسط كيان عظيم زي النادي الاهلي. اكيد احنا كلنا مبسوطين، واكيد الكيان كله مبسوط بيك، وجماهير الاهلي مبسوطه بيك، مبسوط بيك. لكن في شيء مهم جدا، الاسره كان ليها دور، لكن اكيد في خلال المسيره التدريبيه بتاعتك كان في مدربين مؤثرين جدا في حياتك. مدربين مؤثرين، هو يعني انا اتمرنت مع ناس كتير. اللي اسسني وانا صغير كابتن الله يرحمه ربنا يعني رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، كابتن صابر. كابتن صابر معايا كتير. مدربين اجانب، كان جالي كذا مدرب اجانب، متوفر لي كذا مدرب اجنبي وانا صغير. في ناس كتير قوي تعبت معايا، انا مش عايز اقول الاسامي عشان ما انساش حد، بس انا ناس كتير قوي تعبت معايا وحابب اشكرهم كلهم. كابتن صابر هو المؤثر في حياتك. كابتن صابر ليه دور كبير ان انا اتاسس. اتاسست ازاي؟ اتأسست. عايز اقول لاولادي، خلي بالك انا بتكلم معاك في جانب اولادي مو نفسهم يسمعوا الكلام ده عشان اولادهم. كابتن صابر الله يرحمه ايامها ما كانش بيأسس ان انت داخل تلعب، انت مش بتحارب، انت مش داخل تجيب ميداليه، داخل تلعب لنفسك، استمتع بالجمباز، انت كسبت، زميلك كسب، كلكم كسبتوا. احنا لعبه فرديه، انت فاهم نفسيات لوحديها بالظبط. فهو يعني عودنا انك مش في نادي، انت في بيتك، دول مش صحابك، دول عيلتك. الله يرحمه كان ليه دور كبير قوي 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 في حياتي، في حاجات مش في الجمباز بس، انا بتكلم في الشخصيه عموما. بس يعني ربنا يرحمه يا رب. يا رب رحمه الله عليه. لكن اكيد برضو هنرجع لجماهير النادي الاهلي. النهارده داخل كيان مؤسسه عقليه، طبعا مؤسسه كبيره، لكن جماهير النادي الاهلي دايما بتحط على النجوم اللي موجودين في النادي الاهلي عبء كبير على التحقيق. هتعمل ايه داخل النادي الاهلي؟ انا ان شاء الله متفائل خير. انا يعني بشكر اي حد وثق فيا، وانا ان شاء الله قد ثقتهم فيا دي، اللي جاي باذن الله هيبقى كويس. كلمنا مصر في بطوله افريقيا، كسبت بطوله افريقيا مرتين 2018 2021 صح كده؟ اثنين. 2018 كنت مصاب ولا ما كنتش مصاب؟ لا قبل الاصابه بسنه. قبل الاصابه بسنه 17. برضو دي كانت بطوله مهمه جدا بالنسبه لك. طبعا كانت اول افريقيه انزلها وانا كبير، وانا بلعب تحت سن الكبار درجه اولى في الجمباز، ويعني الحمد لله ان انا اجيب اول. دي كانت دفعه قويه جدا، اللي هو يلا نبتدي نركز ان شاء الله، التاهيل مش بعيد. بس حصل اصابه وكده، الناس كان كلها ثقه فيا، الاتحاد ساعتها كان واقف في ظهري جدا، الجهاز الفني كان واقف كمان في ظهري جدا الحمد لله، وكلهم ثقه ان انا هرجع بغض النظر عن كلام الدكاتره وان انا باذن الله هتاهل. فابتدينا الحمد لله بعد ما ارجع ابتديت ادخل في معسكر للتاهيل بس، انا مش بلعب بطولات، انا لسه باهل وبلعب ايفنتات داخليه كنترولات وكده عشان ابتدي ارجع. لغايه ما الخبر بطولة أفريقية الأول كانت في جنوب أفريقيا، وبعدين اتنقلت، قعدت تتنقل لغاية ما كانت هتتلغي خلاص. فرئيس الاتحاد ما رضيش إن هو يضيع فرصة تأهيل على حد فينا، لأن إحنا اللي اتأهلنا من مصر أنا وترامبولين كمان كويس في العجم باظ. فقال خلاص. أنت بتلعب ست أجهزة يا كابتن عمر؟ أنا بلعب ست أجهزة.
مش شايف ان صعبه ست اجهزه؟ انا بحس ان الجمباز بيبقى فيه تخصص شويه، لكن ست اجهزه صعبه صح؟ هي ست اجهزه مرهقه الصراحه قوي يعني. تدريباتهم ازاي؟ يعني بنقسمهم، انت في يوم عندك تلات اجهزه وفي يوم تاني عندك تلات اجهزه، بتركز على تلات اجهزه اللي تمرنهم جامد، وفي فترات معينه بيبقى في كاسات عالم انت مش بتنزل ست اجهزه، انت بس بتنزل جهاز او اتنين على حسب ما الجهاز الفني بيقول لك. بس طيب سؤال مهم جدا، عايز اخرج بره الصندوق شويه معاك. واحنا صغيرين وانا نفسي وانا بلعب رياضه اصحابي يقولوا لي ما تسيبك من التدريب، يلا يا عم نخرج ونهيص. اكيد البطل بيختلف. اكيد. بتعمل ايه في القصه دي او عملت ايه في القصه دي؟ والله انا دايما اللي كان بيشجعني في الموضوع ده مامتي، لان هو ده فعلا كان بيحصل. والجمباز لعبه صعبه والجمباز مش معروف، انت بتعرف ان شاء الله تطول الحاجات ديت يعني. فلا مامتي كان ليها دور مؤثر جدا، اللي هو لا البطل بيبقى غير. انت صح. هتبقى غير. وبقيت غير فعلا. الحمد لله. نتكلم بصراحه. الحمد لله. هوايتك بره الجمباز؟ هوايتي بره الجمباز لا كتير يعني. ايه بقى؟ لا عايز اعرف. سيبك بقى من الجمباز خلاص كده. اه. ها هوايتك بره الجمباز؟ احيانا بقرا وبحب الفيديو جيمز جدا. تلعب فيديو جيم؟ اه. تلعب ايه؟ بلاي ستيشن؟ اه مش طبعا. اكيد. عصر عصر وضع. بس كده. بس دي اغلب الحاجات اللي بعملها يعني. ما بتغنيش؟ ما فيش الكلام ده؟ ليه؟ بتدندن مع مين طيب؟ لا مع نفسي. مع نفسي وبزعج صحابي في الاوضه الصراحه. فعلا. قول لي البطولة اللي جاية مع النادي الأهلي مستهدف إيه مع النادي الأهلي؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا نفسي البطولة الجاية إن شاء الله ميدالية الفريق تبقى بتاعتنا إحنا بإذن الله. بجد مستمتع معاك بالحديث. شكرا. الوقت بيجي معاك بسرعة جدا، لكن بقول لك نورت وشرفت. شكرا. وإضافة قوية جدا داخل جدران النادي الأهلي، وبإذن الله دايما معانا في كل بطولاتك بإذن الله. شكرا. شكرا. ميرسي، ربنا يكرمك. كابتن عمر العربي نورنا النهارده فعلا. بطل كبير وانضم لنادي الاهلي وكان لازم يكون متواجد معانا النهارده. هنتابعه في كل بطولاته وهنتابع كل اولادنا علشان دايما نشوف النادي الاهلي في المركز الاول. خلينا نخرج الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكبار.